تفضل يا اللي سيف، تؤمن قول به لي سيدنا. تفضل حالا. نبتدي سيدنا. تفضل يا سيدنا بارك. أليس لماس وسوس بتير بندقرات وربانا جتنس. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. بالمسيح الملك إلى الأبد. سعيد يا أحبائي النهاردة أكون معاكم، أخذ بركة سيدنا العزيز علينا الغالي علينا سيدنا أبا بكير وبركة الآباء وبركتكم كلكم. وفرحة كبيرة أوي لينا ونقول خريستوس أنستي أليسوس أنستي، المسيح قام بالحقيقة قام. أحبائي إحنا في عيد القيامة عندنا إحنا الشرقيين ليه طعم يختلف عن عيد القيامة في الغرب، لأن عيد القيامة بدأ في الشرق زي ما عيد الميلاد بدأ في الغرب. يعني بدأت الاحتفالات بعيد الميلاد في الغرب وبدأت الاحتفالات بعيد القيامة في الشرق. علشان كده إحنا عندنا في بلادنا نقول عيد الميلاد نسميه العيد الصغير وعيد القيامة نسميه العيد الكبير. عيد الكبير يمكن استمد كلمة أو خد طابع عيد الكبير ديت نتيجة إن الكنيسة بتحتفل بيه طول فترة الخمسين يوم المقدسة، تحتفل بقيامة السيد المسيح طقس فرايحي كامل كامل ما فيهوش خالص ولا أربع ولا جمعة ولا مطانيات، طقس كامل فرايحي. واللي تم في ليلة عيد القيامة من تمثيلية القيامة وزفة الأيقونة وخريستوس أنستي هو اللي بيتم في كل يوم، علشان كده بنقول هو اسمه العيد الكبير. النهارده هتكلم معاكم يا أحبائي في موضوع بسيط جدا، هتكلم بخصوص مريم المجدلية. ذكر عنها في الكتاب المقدس إنها راحت زارت القبر أكثر من مرة، مرات كثيرة، مرات متعددة. فالنهارده هاخد واحدة بس جزء منهم، لكن هقول ثلاث زيارات مهمين جدا لمريم المجدلية زارت فيهم القبر المقدس وكده. أول زيارة كانت هي ومريم الأخرى والظلام باقي، لأن كل زيارة هقولها ترتبط بحادثة. أول زيارة للقبر كان معاها مريم الأخرى والظلام باقي، وكانوا واخدين حنوط وأطياب علشان يحطوها على السيد المسيح، إن هم كانوا عرفوا إن يوسف الرامي ونيقوديموس ما قدروش يحطوا الأطياب اللي تليق يعني أو الحاجات اللي كانت متوفرة لديهم حطوها، فهم كانوا واخدين الأطياب والحنوط. وهم رايحين كان كل همهم الفكر بتاعهم شغال من يدحرج لينا الحجر. كتير يا أحبائي من العقبات بنحطها قدامنا ولما نوصل للواقع بتاعها مش بنلاقيها، إن هم لما وصلوا عند القبر لقوا الملاك ده حرق الحجر اللي انتوا عايلين همه، الملاك ده حرقه، ده حرق الحجر وجلس ليهم على القبر. ودي كانت الزيارة الأولى للقبر، والملاك قال لهم من تطلبان؟ قالوا للمسيح يسوع الناصري، قال لهم ليس هو ها هنا لكنه قام. لما التفتوا علشان يمشوا لقوا واحد، أول ما قال لهم سلام لكما، طبعا على طول صوت السيد المسيح الصوت المميز الجميل ده، على طول جريوا على السيد المسيح سجدتا له وامسكت بقدمه وراح قال لهم اعلموا اخواتي ان يذهبوا للجليل هناك يرونني. فدي كانت اول زياره تروح مريم المجدليه ومريم الاخرى للقبر. رجعوا هما الاثنين عند العليه، استرجعت مريم المجدليه يعني الشجاعه بتاعتها كده وراحت قايله لهم المسيح قام. وبيقول لكم سر ما كانش حد يعرف السر ده، كان بين السيد المسيح والتلاميذ بس، ان هما هيقدروا يشوفوه في الجليل. ليه في الجليل؟ علشان بعيد عن بيلاطس وبعيد عن الكهنة وبعيد عن اليهود، يعني مكان بعيد خالص بحيث ممكن السيد المسيح، وطبعا هو متعود هناك انه كتير ما كان بيلتقي مع التلاميذ. فقالت له قالت للتلاميذ المسيح قام وبيقول لكم روحوا للجليل هتشوفوه هناك. طبعا يا احبائي التلاميذ بصوا كده في وش بعض وبصوا لمريم قالوا لها ايه يا مريم اللي جرالك؟ المسيح ايه اللي قام؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مريم المسيح مات خلاص، ما سمعتيش صوته لما قال لك قد أكمل وصرخ بصوت عظيم؟ طب ما سألتيش يوسف الرامي والنيقوديموس إيه اللي حصل معاهم لما راحوا استأذنوا بيلاطس عشان ياخدوا جسد المسيح قبل وخلاص داخلين على السبت؟ كان الجمعة وخلاص إحنا داخلين على السبت، وبسرعة خدوه واللي لقوه الأطياب والحنوط اللي عندهم هم اللي حطوها. أنت نسيتي ده كله يا مريم؟ فقالت لهم لا أنا شفته وسمعت صوته، هو قال سلام لكم، ده صوته وانا سجدت ليه انا ومريم الاخرى، ما كنتش لوحدي، ده معايا حد شاهد
قالوا لها لا يا مريم، الموضوع ده مش حقيقي، المسيح ما قامش، المسيح مات خلاص. وطبعا بطرس يا احبائي كان من اول الناس قال لهم يلا ايه، هلما نتصيد خلاص بقى القصه انتهت. فطبعا الكلام كتر، المسيح قام ولا ما قامش، دماغ مريم اشتغلت شويه، راحت خدت بعضها ونزلت جري تاني عند القبر، ودي الزياره التانيه. فلما راحت عند القبر هناك بصت كده جوه القبر، لقت الاكفان موضوعه، قبر مفتوح والاكفان موضوعه بس ما فيهوش حد. فرجعت بسرعه على التلاميذ وقالت لهم ايه، اخذوا السيد ولست اعلم اين وضعوه. هنا بقى احبائي ناس كتيره بتقعد تتكلم وتقول لك ليه السيد المسيح قال لمريم المجدليه ما تلمسنيش، وليه قال لتوما هات صبعك وحطه في ايدي وهات ايدك وحطها في جنبي ليه؟ طب هل يعني السيد المسيح بيفرق بين تلاميذه؟ يعني علشان ده توما ده التلميذ بتاعه واللي هيكرزه كده خلاه يلمسه، ومريم علشان هي يعني ما هياش تلميذه وكانت انسانه وحشه وعايشه وعليها شياطين وكده ما خلاش تلمسه، ليه المسيح عمل كده؟ هل المسيح بيفرق بين الناس؟ طبعا يا احبائي حاشا ان السيد المسيح يفرق بين ولاده. ده مريم المجدلية استحقت ان هي اول واحدة تعاين قيامة المسيح، واستحقت ان هي تبشر التلاميذ بقيامة المسيح. ازاي المسيح يقول لها ما تلمسنيش؟ طب وهل المسيح فعلا قال لها ما تلمسنيش وهي ما لمستهوش؟ طب ما هو احنا انا لسه بحكي لما قال لهم سلام لكما سجدت له وامسكت بقدميه، يعني هي لمسته مش ما لمستهوش، لمسته. اذا يا احبائي المسيح مش بيفرق بين ولاده. لكن مريم لما رجعت للتلاميذ قالت لهم اخذوا السيد ولست اعلم اين وضعوه. طبعا بطرس يوحنا بمجرد ما سمعوا الكلمه دي ان اخذوا السيد ولست اعلم اين وضعوه، طبعا اكيد سالوها والقبر مفتوح والقبر، وقعدوا يستفسروا منها. نزلوا هما الاثنين جري على القبر، يوحنا وصل استنى بطرس، بطرس جه، ومجرد ما دخلوا هما الاثنين القبر يوحنا طبعا على طول عينيه لقطت المنديل، والمنديل ده ملفوف موضوع على جنب، وبسرعه قال بطرس المسيح قام. طب ليه المسيح قام؟ لان قال لك الاكفان موضوعه، يعني الاكفان ملفوفه زي ما هي ما اتلمستش، يعني مش واحد فك الاكفان. لما تشوفوا المومياوات الفرعونيه وتلاقوا بالقماش الكتان ده، شرايط الكتان بيلفوا بيها الموميا ويحطوا عليها مواد صمغ وكلام زي كده، يجي الدكتور يقطع الجبس ده يشيله، فبيبقى واخد نفس شكل الرجل ما بيتغيرش نفس الشكل. فالكفن واخد نفس شكل الطابع لسيد المسيح، لكن لو دوست عليه بصبعك هتلاقيه فاضي. فازاي المنديل ده اللي كان مربوط عند الراس ازاي طلع من جوه الكفن واتحط بره؟ علشان كده يوحنا قال لبطرس وبطرس آمن ورجعوا. مريم فين في الوقت ده؟ مريم كانت خارجا بالزياره الثالثه، اول مره هي ومريم الاخرى، وتاني مره لوحدها لما قالت لهم اخذوا السيد ولست اعلم اين وضعوه، والثالثه ديت برضو كانت لماذا تبكين يا مريم؟ قالوا اخذوا السيد ولست اعلم اين وضعوه، كانت بالنسبه لها دي مشكله. وفيما هي تبكي شافت واحد في البستان فظنت ان هو البستاني. شوف شوف ربنا بيظهر ازاي بشكل ما خلاش حد يعرفه، يعني مريم ما عرفتهوش بدليل ظنت ان هو البستاني. وقالت له ايه، يا سيد ان كنت قد اخذته قل لي اين وضعت وانا اتي ايه لا اخذه. فطبعا السيد المسيح بلغه العتاب الجميله بتاعته راح على طول قال لها يا مريم. اول ما قال لها يا مريم صوت مميز، صوت السيد المسيح مميز. كل واحد فينا احبائي ليه ثلاث بصمات مميزين يختلف عن اي حد تاني. اولا بصمه الصابع، وديت اللي احنا بنعمل بيها كل حاجه، حتى الدخول والطلوع والباسبورات وكله لازم بصمه الصابع. احنا في العالم كنا اكثر من 7 مليار، ولا بصمه ايد تيجي زي الثانيه، كل واحد يختلف عن الثاني، دي حكمه من عند ربنا. الحاجه الثانيه تطور العلم وخدوا بصمه العين، وبقت بصمه العين برضو دلوقتي بصمه مميزه، بدليل لما بنيجي ندخل البلاد مثلا الاتحاد الاوروبي ولا كده يقول لك حط الباسبور على الجهاز بس بص في الكاميرا، علشان هو اصلا انت وبتعمل الباسبور خد بصمه العين بتاعتك، فبقى ليك بصمه مميزه خاصه بيك. ف
فيبقى دي تاني بصمة مميزة بالإنسان. تالت بصمة هي بصمة الصوت، وأنا صوت فينا زي التاني. ممكن بنت يقول لك دي صوتها زي أمها بالظبط، لكن لو دققت فيه هتلاقي فيه حاجات مميزة لكل واحد فينا يختلف عن التاني. فطبعا صوت السيد المسيح كان صوت مميز، علشان كده لما قال لها يا مريم جريت عليه عشان تمسكه، فهو قال لها لا ما تلمسنيش لم أصعد بعد الأبي وأبيكم، وكمل القصة معاها. أنا النهاردة عايز أخد جزء واحد بس من الموضوع ده. ظنت إنه البستاني، ظنت إنه البستاني. طب هل السيد المسيح فعلا هو بستاني؟ أقول لك نعم هو بستاني. إزاي بستاني؟ طب مش هو اللي غرس جنة عدن وإداها سلمها لآدم، ولا ما كانش هو؟ كان هو، بس البستاني بتاع النهاردة يا أحبائي ما هوش بستاني الشجر، مش هو اللي بيهتم بالشجر، لا بيهتم بالبشر كلهم في صور الشجر. علشان كده يا أحبائي السيد المسيح خبير مع النفس البشرية، عارف يتعامل معها إزاي، إزاي ينزل لمستوى تحت خالص ويقول للمرأة السامرية حسنا قلت، أصل أنت عندك خمس، شوف الطريقة اللي بيتعامل بيها، يمتدحها. أنت قلت فعلا لما قلت ليس لي زوج كان بيمتدح بطرس الرسول. يا أحبائي السيد المسيح سأل سؤال، ماذا يقول الناس عن ابن الإنسان من هو؟ فقالوا ناس بتقول موسى، وناس بتقول إيليا، وناس بتقول أرميا، كل ما يشوفوا موقف مع السيد المسيح يقولوا عليه هو. كان دايما السيد المسيح عيونه قريبة، دموعه قريبة من عيونه، فقال لك ده أرميا. كان دايما السيد المسيح شديد يا أولاد، ويقعد يتكلم مع الكهنة بصورة شديدة جدا، فيقول لك آه المسيح هو ده إيليا. فكان كل حاجة بتحصل يقول لك يشوفوا انه نبي يبقى زيه، يقول لك هو ده. قال لهم طب وانتم من تقولون؟ فعلى طول بطرس وقف كده وقال له انت هو المسيح من الله الحي. فالسيد المسيح قال له طباك يا سمعان يا ابن يونا، لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن ابي اللي هو في السماء اللي اعلن ليك. طب عدي كده كام ايه في نفس الاصحاح ده وتلاقي السيد المسيح ابتدى يكلمهم عن ان ابن الانسان هيروح على اورشليم ويسلم لايدين الامم، وابتدى يتكلم بقى عن ايه، هيلطموه ويشتموه ويتفوا عليه ويصلبوه ويموتوا في ثالث يوم يكون. طبعا اول ما قال لهم الكلام ده كله فبطرس على طول راح واقف قال له حشاك يا رب ان تصلب. اول ما جاب سيره الصلب، لان الصلب عند اليهود ملعون، كل من علق على خشبه، فازاي المسيح يعلق على خشبه ويحمل اللعنه؟ فبالتالي قال له حشاك يا رب ان تصلب، لو ادى الامر انا اموت بدالك. قال له اذهب عني يا شيطان. شوف مره يقول له طباك يا سمعان ابن يونا، والمره الثانيه على طول يقول له اذهب عني يا شيطان. ايوه يا احبائي السيد المسيح خبير مع النفس، عارف يتعامل معها ازاي. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس، هو محتاج للحتان. عشان كده السيد المسيح بيتعامل معانا حسب الاحتياج، حسب احتياج الانسان، ومش حسب الاستحقاق. لا لو جينا عند الاستحقاق ولا واحد فينا يستحق حاجة خالص، لكن المسيح في تعامله معانا حسب احتياجه، بيدي كل نفس الاحتياج بتاعها. توما في الوقت ده كان محتاج انه يلمس المسيح. ليه طيب محتاج انه يلمس المسيح؟ اصل السيد المسيح في الظهور الاولاني ليه للعشر تلاميذ في العلية ما كانش معاهم توما، فلما ظهر طبعا قال لهم سلام لكم، خدوا السلام، نفخ في وجوههم قدام نفخة الروح القدس، وبعد كده أرسلهم اذهبوا وكرزوا إلى العالم. وكل ده كله كان توم ما كانش موجود، ما توم ده برضو رسول ومسؤول عن خدمة، فكان لازم توم ده ياخد نفس البركات اللي خدوها أخوات التلاميذ. طب هو ما خدهاش، كان عنده شعور بصغر النفس. طب اشمعنى أنا ما ادانيش سيد المسيح؟ ليه ادها لكل التلاميذ وأنا ما خدتهاش؟ ليه؟ فبالتالي ظل توما، عشان كده توما ربط الإيمان بتاعه وقال إن ما كنتش هشوفه وحط صبعي في إيده وإيدي في جنبه مش هقابل أنا. طب اشمعنى أنا يعني؟ ليه المسيح بيتعامل معايا بالطريقة دي؟ فكان نوع من صغر النفس يا أحبائي، كان لازم المسيح يعالج. علشان كده النهاردة بنقول إيه؟ بنقول السيد المسيح في مجيئه دي ظهر على هيئة بستاني، نعم على هيئة بستاني، بس البستاني ده بيعالج الشجر، لأن كل التلاميذ يا أحبائي زي ما المسيح قال لهم
تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها وتمنون كل واحد لخاصته وتتركوني وحدي. ولا واحد كان على التلم مع السيد المسيح. دخلوا العليا ومش قفلوا البيبان، كانت الأبواب مغلقة. أيوة الموضوع مقفول خالص من الخوف والرعب لأن اليهود رعبوه. فبالتالي جه السيد المسيح للأشجار اللي كادت إن هي تموت، وخلاص الأشجار دي ذبلت جدا يا أحبائي. فجه السيد المسيح النهاردة بصفته البستاني، جه عشان يعيد الحياة مرة تانية للأشجار اللي كادت تموت دي. هو لما راح عند بحر طبرية في ظهور السيد المسيح ليهم عند بحر طبرية كانوا بيعملوا إيه؟ مش بطرس الرسول قال لهم هلما نتصيد خلاص يلا نصلح الشباك والمراكب القديمة؟ وراحوا، كانوا 7 تلاميذ هناك عند المركب وبيصطادوا، وتعبنا ما اصطدناش حاجة، وادخلوا للعمق وارقوا الشباك. قال له يعني انتوا بعد يا بطرس ما غير لك، لان السيد المسيح تعامل مع بطرس بحاجتين، تقابل معاه مرتين. المرة الاولى غير له اسمه، بدل ما هو سمعان خلاه بطرس، والمرة التانية غير له وظيفته، بدل ما هو كان صياد سمك جعله صياد للناس. طب وبعدين ترجع تاني يا بطرس للسمك مرة تاني؟ ترجع مرة تاني. فكادت شجرة الإيمان إن هي إيه؟ تذبل. مين شجرة الإيمان؟ هو بطرس يا أحبائي، بطرس الرسول. ليه؟ لأن هو على طول قال لهم خلاص المسيح مات، وكل الوعود اللي إحنا خدناها وسمعناها دي هتتروح فين؟ قال لهم تجلسون على 12 كرسي وتدنون أسباط إسرائيل. تيجي دلوقتي تقول لي خلاص مفيش الموضوع ده انتهى، المسيح مات؟ ايه ده؟ مش ممكن. ازاي ده انا فاكر، وقاعد يسترجع، ده انا فاكر قلت له يا رب خليني امشي على الميه، قال لي تعالى امشي يا بطرس، ومشيت على الميه. ده انا فاكر وهو على جبل التجلي ومعاه ايليا وموسى بيتكلموا مع بعض، وانا في الدفاع قلت له جيد يا رب ان نكون ها هنا لنصنع 3 مظال، انا سويت المسيح بموسى وايليا، عشان كده فجأة سحابة ظللتهم وما لقيتش غير المسيح بس. ايه ده كله ده؟ من هيروح فين الايمان ده كله؟ الله، طب ده انت اللي قلت له، وانت بنفسك اللي بتقول انت المسيح هو ابن الله الحي، تيجي قدام واحدة جارية تقول ما عرفوش وتجدف وتقول كلام مش كويس؟ ازاي ده يعني؟ ازاي يحصل ده؟ ايوه حصل يا احبائي، حصل الكلام ده. علشان كده شجرة الإيمان بتاعة بطرس لما قال له أنت صخرة وعلى هذه الصخرة أبني الكنيسة كان هو إيمان. فين بقى الإيمان دلوقتي؟ الشجرة ذبلت، وذبلت كادت أن تموت. علشان كده جه النهاردة المسيح وأعطى للشجرة حياة تاني. يا سمعان يا ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أنت تعلم رب أني أحبك. يا سمعان يا ابن يونا تحبني أكثر من هؤلاء؟ أنت تعلم رب أني أحبك. وجي قالها له، كررها له ثالث مرة، فيقول لك بكى بطرس، ودي اللي كان عايزها السيد المسيح. منتظر دايما دموع التوبة من كل نفس فينا، وتفكروا القيامة فرح وننسى القوانين والصلاة والصوم كله ننساه خلاص. 50 يوم دولة يضيعوا تعب سنين، مش تعب 55 يوم بتاع الصوم. يبقى مش صح. يبقى أنا إيماني بالسيد المسيح ومعاملاتي مع السيد المسيح معاملات موسمية تتوقف على أنا بتعامل معها إزاي، وده طبعا يا أحبائي مش صح مش كويس. أول شجرة جه السيد المسيح النهاردة عشان يقومها ويصحيها ويحط لها مية عشان تنتعش كانت هي شجرة الإيمان. طب وتاني شجرة كانت شجرة المحبة مع مين؟ قال لك مع يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب سأل سؤال، فين الصدر الحنون اللي أنا كنت بتكي عليه؟ يعني أنا كده خلاص ما عدتش أسمع من المسيح التلميذ الذي كان يسوع يحبه، ما عدتش أسمعها تاني؟ ياه صعب قوي على نفسي، إزاي أنا ما أسمعهاش تاني؟ إزاي ما أسمعش نبضات قلبه الحنينة؟ ده كان التلاميذ لما يحبوا يعرفوا حاجة من المسيح يسألوني وأنا أتكي على صدره وهو يقول لي. طب وفين الكلام ده تاني؟ معقولة المسيح مات يعني مش هنشوفه تاني؟ يعني مش هتكي على صدره تاني؟ يعني مش هسمع صوته الحنين تاني؟ مش هسمع التدليل الجميل اللي كان بيدللهن ده كله؟
ياما صعب على نفسي أحبائي لما يفقد حبيب ليه، وبالذات يوحنا الحبيب يا أحبائي، صعبة جدا كانت عليه، أمر منتهى الخطور منتهى الصعوبة. أنا ما عدتش تاني أسمع من المسيح الكلام الحلو اللي كان بيقوله لنا، إزاي دي شجرة حب كبيرة، عشرة طويلة مع المسيح معقولة؟ وقعد طبعا يوحنا الحبيب يا أحبائي يسترجع مع نفسه كل الحوادث اللي تمت مع المسيح، يسترجع ويقول فين الحب الجميل ده دلوقتي؟ معقولة الحب يدفن، مش هشوفه تاني ومش هسمع صوته تاني؟ ففجأة طبعا لقى الدنيا دي كلها اللي هي كانت كآبة وحزن، لا على طول بسرعة الدنيا نورت، ايه المسيح، المسيح فين، المسيح جه، المسيح قام، سلام لكم، جسوني، انا هو الروح ليس له عظم وليس له لحم، تعالوا شوف. واحد يتكلم طبعا يوحنا اكيد يا احبائي لو كان قاعد في الارض ده اكيد نط من الارض، لان ذكريات جميله كانت دارت في ذهنه، وهو مش قادر يصدق ان الذكريات الحلوه دي انقطعت وانتهت. احنا يا احباء بتحصل معانا كده لما بنكون مرتبطين مثلا باحباء لينا، والد ولا والده ولا اخوات ايا كان ربنا يحافظ عليهم، بنقعد كده نعيش على الذكريات دي سنين طويله لغايه ما احنا ننتقل ونقول مش ناسي فلان عمل معايا ايه، مش ناسي فلان وابويا وامي، ونتكلم كلام كتير جدا. شجره ايه؟ شجره الحب. ثالث شجره يا احبائي شجره الاختبار. ياما ناس اختبرت السيد المسيح وعاشت اختبارات جميله جدا. اوعوا تفكروا عاشوا وخلاص المسيح، لا ده المسيح اختباراته متجدده مع كل واحد فينا. في كل يوم يا احبائي الانسان عشان يقعد يحكي عن معاملات المسيح معاه ده يقعد فيها ما بيخلصش، ده الناس بتفتح في الكلام ما بتنتهيش، لان دي اختبارات جميله. مريم المجدليه يسالوها الاختبارات بتاعتك ايه، تقول يا ده انا كان عليا 7 شياطين وكنت انسانه يعني محبه للشهوه ووحشه خالص، وانا اقدر انسى اللي عمله معايا السيد المسيح وخرج مني الشياطين واداني حياه جديده وخلاني بقيت انا ما كنتش عايز اسيب المسيح خالص، ده انا ما فيش حد عيط على المسيح وبكى عليه قد، ازاي بقى كل ده الحاجات الجميله دي كلها اللي انا عشتها الاختبارات الحلوه، وازاي ده انا كنت اقعد اسمع عظات المسيح ديت يعني ما مش عايزه يخلص، مش عايزاه يخلص ولا يبطل، ايه الجمال ده كله؟ وخلاص تاني مش قلناش هنسمع، مفيش اختبارات تاني متجدده جديده؟ يقول لك لا مفيش. طب تعالوا نسال عازر، ايه رايك في الاختبارات يا عازر؟ يقول لك انا في حاجه مش مصدقها ابدا، نعم، الذي اعطاني الحياه يموت هو؟ استحاله، مش ممكن، ده انا قعدت 4 ايام في القبر وروحي كانت او نفسي اسف كانت في الجحيم تحت، وفجأة احنا وقاعدين في الجحيم سمعت صوت زلزل المكان كله، لعازر هلم خارجا، لقيت نفسي بسرعة طلعت ولقيت جسدي دخل وطلع، لقيت نفسي بره القبر على طول، لأن هو قال لي هلم خارجا، مش بس قم هلم خارجا، فكان الأمر بالخروج. عشان كده لما خرج لعازر من القبر كان مربوط، السيد المسيح قال لهم ايه؟ قال حلوه ودعوه يمضي. طب ازاي هو يعني طلع ازاي العازر من القبر وهو مربوط؟ ده رجليه وايديه مربوطه. اقول لك اه دي شجره ايه؟ شجره ذكريات جميله. علشان كده يا احبائي النهارده المسيح جاي ايه؟ ينعش الاشجار دي كلها مره تانيه، تسمع المسيح قام، ومره تانيه تشوف المسيح بعينيا، مرة ثالثة بسمع المسيح بوداني، ومرة ايه ده، ايه اللي انا شايفه، ايه اللي انا عايش فيه ده كله، ايه دي احلام جميلة جدا؟ اقول لك لا دي حقيقة، ما هياش احلام. علشان كده يا احبائي النهاردة السيد المسيح جاي يعمل ايه؟ جاي صحصح الشجر ده كله، شجرة الايمان قومها تاني وخلاها انتعشت، وشجرة الحب رجع تاني تسترجع الذكريات وتجدد تاخد ذكريات جديدة تاني،
وشجرة الاختبار برضو رجعت. طبعا أكيد التلاميذ أحبائي كل واحد فيهم كان بيحكي اختبارات مع السيد المسيح، علشان كده أحبائي مسيحنا إله حي، بس مش هو إله حي وإله أحياء. معلمنا بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الأولى 15 بيقول إن كنا نرجو المسيح فنحن أشقى جميع الناس. طبعا آية تخض بسرعة لما الواحد يسمعها كده، إزاي كنا نرجو؟ ما لا نرجو مين إحنا؟ إحنا بنرجو المسيح. أقول لك بسرعة شهود يهوى ياخدوها، وأول آية يحطها لك كده قدامك، ولا افتح كورنثوس الأولى 15 شوف كده، إن كنا نرجو المسيح فنحن أشقى جميع الناس. طبعا الطوائف دي كلها احبائي بتاخد جزء من الآية وتجري بيه، لكن ما بتكملش الآية، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول إيه؟ لو رجعنا كده يعني شوية صغيرة في نفس الآية كام كلمة كده لورا، بيقول لك إيه؟ وإن كان المسيح لم يقم، وإن كنا نرجو المسيح فنحن أشقى جميع الناس. نعم، لو كانت حياة السيد المسيح انتهت بالجمعة العظيمة لشابه كل الأنبياء اللي قبل كده، خلاص مات. موسى مات، إيليا مات، حزقيال مات، كل الأنبياء ماتوا وانتهت القصة بتاعتهم. لكن السيد المسيح أحبائي ما كانتش تنتهي القصة بتاعته كده، عشان كده هو مختلف عن كل الأنبياء، إنه صار بكورة الراقدين. بكورة الراقدين يعني مش بس كلمة هو أول واحد قام، المقصود بها إنه هو قام ما ماتش تاني، لكن كل اللي قاموا ماتوا تاني. كم حالة قيامة عندنا في الكتاب المقدس؟ 9، 3 في العهد القديم، وثلاثة قومهم السيد المسيح، وثلاثة قاموا بعد السيد المسيح. بتوع العهد القديم إيليا قوم ابن أرملة صرفة صيدا، أليشع قوم ابن المرأة الشنومية، والعظام بتاعته قوم ميت لما كانوا رايحين يدفنوه وشافوا الأعداء نازلين عليهم من الجبال، وقع الميت من إيديهم اتدحرج، وصل لغاية قبر أليشع، وأول ما لمس عظام أليشع قام من الأموات. دول ثلاثة في العهد القديم. السيد المسيح قوم ثلاثة، ابنة يايروس، ابن أرملة نايين، والعازر. ابنة يايروس كانت لسه في البيت ما خرجتش، ابن أرملة نايين كان في الشارع، والعازر كان مدفون لأربعة أيام. طب والثلاثة اللي بعد قيامة السيد المسيح؟ بطرس قوم طبيسة، وبولس قوم أفتيخوس. ها بقى حالة واحدة أخيرة هقولها، هي اليوم الجمعة العظيمة الصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من الموتى، قام موتى كثيرين، بس ما دخلوش أورشليم إلا غير بعد قيامة السيد المسيح والناس عرفوه. هم دول التسع حالات. فلما يجي يقول لك على حالة المسيح إن هو بكورة الراقدين، أقول لك مقصود بها إن هو أول واحد قام وما ماتش تاني. أول واحد قام ما ماتش تاني. التسع دولت قاموا ورجعوا ماتوا تاني بعد كده. ورجعوا ماتوا تاني. لكن ده السيد المسيح هو بكورة الراقدين اللي هو قام ما ماتش تاني. ناخد شجرة تانية اسمها شجرة الكلمات. إيه شجرة الكلمات؟ معلمنا متى الرسول يا أحبائي كان مغرم بالموعظة على الجبل. متى 5 و6 و7 دي هي جميلة عنده، الأساس بتاعه كله، وكان بيحب يسجل عظات السيد المسيح ويقعد يسمع السيد المسيح ويسجل كله، يحفظ الكلام ويرجع يكتبه لنا يا أحبائي. طب وبعدين؟ يقول لك وبعدين طب المسيح مات، مش هسجل حاجة تاني، هكتب إيه تاني؟ خلاص ما عادش في حاجات جديدة هتطلع تاني، أنا أعمل إيه دلوقتي؟ ما عادش. فأكيد شجرة الكلمات كانت جفت وماتت 3 أيام، جمعة وسبت، وحد ما سمعش، ما فيش صوت سامعه. فبالتالي جه النهاردة المسيح إيه؟ يقولوا لا يا توم، لا يا مات، كمل واكتب لهم عن القيامة بتاعتي، واحكي لهم. أنا كان نفسي أحبائي في حاجة، لما السيد المسيح تقابل مع تلميذي عمواس، كان نفسي كانت منى عيني ان كانوا يسجلوا لنا كل التفاسير اللي قالها لهم السيد المسيح، والنبوات اللي هو ذكرها لهم كلها من العهد القديم، كله ذكر كل حاجه، كان نفسي تتسجل دي، لكن ما تسجلتش. فبالتالي لما يجي متى
يقول لك لا ده شوف كانت حاجات جميلة، كنت بكتب ما فيش تاني مش هكتب، ابتدي اكتب تاني. بولس الرسول يا أحبائي، بولس الرسول الكلمات الحلوة اللي رنت في ودانه وهو رايح دمشق علشان يموت المسيحيين، وسمع كده من صوت المسيح شاول شاول صوت يدوي بقى، خض وخض الحصان خلاه وقع من على الحصان ونزل في الأرض وقام مش قادر يشوف تاني يا أحبائي. ليه؟ إن كان في نور، نور الأبرق ده هناك خلى عينيه ما تقدرش تشوف تاني. علشان كده يا أحبائي شتان بين إنسان عايش في النور وعايش في الظلمة. لما واحد يكون عايش في النور ويدخل أوضة ظلمة ما بيشوفش خالص، عكس لو هو عايش في الظلمة ويطلع على النور بيبقى شايف ومحقق كل حاجة. الناس يا أحبائي اللي عايشين في الظلمة لما بيقودوا طعم المسيح الحلو ده تبص تلاقيهم ايه، من كتر الفرحة اللي هم عايشينها بيحسدونا، احنا مش بنحس بيها لان احنا عايشين فيها وتولدنا فيها، لكن الناس العابرين لما بيجوا بيحسوا قيمة المسيحية وقيمة كلام السيد المسيح. ده ناس كبار بيقول لك انا لما بسمع الموعظة على الجبل دموعي بتنزل من عيني، لانها كمال، كمال العلاقات كمال التعليم كلها. يقول ايه تاني بعد كده؟ مفيش حاجة تاني. حب قريبك وابغض عدوك، طب ما ده طبيعي. لا، يقول لك انا بقول لك تحب عدوك وايه وتبارك لعينيك. طب ازاي دي؟ طب انا لو حبيت اجيب حاجة تانية هجيب ايه؟ ولا مفيش حاجة تانية اعظم من كده، كمال العلاقات كلها. فمعلمنا بولس الرسول يا احبائي قد ايه كلمة شاول شاول لماذا تضطهدني ديت، عاش بيها درس في حياته مدى الايام، كانت مدى الايام كلها. يا ترى لو احنا قعدنا نحكي عن اختبارات القديسين ومعاملاتهم مع السيد المسيح والكلمات اللي كانوا بيسمعوها والكلمات اللي عاشوها، ام بطونس تعالى كده اساله وقول له ايه اخبار الايه اللي غيرت حياتك كلها يا ام بطونس، هيقول لك اه أنا كنت قاعد في الكنيسة زي أي شماس صغير موجود وسمعت الشماس بيقرأ الإنجيل، إن أردت أن تقيدي. أقول لك آه، كلام ربنا روح حياة مش مجرد كلام بيطلع. ده الشاب الغني سمع الكلام ده من المسيح نفسه بس ما انتفعش بيه، لكن أنبا طوني سمع الكلام ده من شماس ومضى باع كل ما ليه وراح تبع السيد المسيح. علشان كده أحبائي النهاردة أشجار كتيرة جداً، أشجار كتيرة جدا انتعشت بكلام السيد المسيح بقيامة السيد المسيح. شكرت الإيمان أثمرت عزة واحدة يوم 50 يأمن 3000 نفس واحدة بس. شوف قد إيه، أيوة أثمرت إنها شجرة إيمان قوية. إنسان كان بيحكي عن اختبارات يسوع المسيح هذا الذي أنتم أسلمتموه بأيدي الآثمة. إيه ده يا معلمنا بطرس الرسول؟ ده انت قدام واحدة جارية قلت معرفوش ومش خايف من اليهود، ده قالوا هنموتك، قالوا هنموتك، قال أبدا. حتى لما مسكوه دخلوه السجن وجم يطلعوه وخدوا عليه اتفاق ان هو ما يتكلمش، قال له ما اقدرش موعدكمش، قالوا له احنا مش عايزينك تتكلم تاني عن الشخص ده، قال لا موعدكمش ولا هيهمني، حتى انا لو اتصلبت ومت برضو مش هيهمني. ليه؟ ان كانت شجرة ايمان قوية، شجرة الحب انتعشت وأثمرت. وأكثر إنسان تكلم عن المحبة كان هو يوحنا الحبيب يا أحبائي، هو أكثر إنسان كلمنا عن المحبة إن اختبر المحبة العملية بتاعت السيد المسيح. شجرة الاختبارات تحولت لحياة في حياة كل واحد فينا، اختبارات حية مع السيد المسيح. لازم نخبر بكم صنع بينا الرب ورحمه. أي اختبارات حلوة، والناس يقولك شهية هي أخبار القديسين. تسأل أي واحد يقولك يا أقعد أحكي، لو قعدت أحكي عن اختباراتي مع ربنا مش هخلص. كل واحد يا أحبائي ربنا بيترك لي في داخله اختبارات حلوة بيعيش بيها ويتمتع بيها ويسترجعها دايما وتقعد علامة في حياته مدى الأيام. شجرة الكلمات يا أحبائي، السفر الوحيد اللي ما تختمش بكلمة أمين هو الإبراكسيس. ليه؟ لأنه حط لك امتداد ليه السنكسار. السنكسار ما هو السنكسار؟ هي أعمال الأباء اللي بعد كده اللي جم تتلمذوا على إيدين الأباء الرسل وبعد كده كملوا هم كمان،
ويحكي لنا عن أثناسيوس ويحكي لنا عن كيرولوس ويحكي لنا عن ديسكورس ويحكي لنا. الكنيسة غنية أحبائي، شجر كله شجر مورق، شجر مثمر جدا يا أحبائي، ويقعد الإنسان يدور على كل الشجر ده كله مش هيشبع منه أبدا. ربنا يحافظ عليكم. كرر شكري مرة تانية لسيدنا أبو بكير ومحبتي للآباء، وربنا يخلينا سيدنا دايما حقيقي بختكم، وبركة كبيرة سيدنا في وسطنا كلنا، وبركة للمجمع المقدس محبوب من الكل يا أحبائي. أنتوا عارفين سيدنا ظريف ومحبوب متواضع، يعني حقيقي فعلا شجرة فضائل سيدنا. من ضمن الأشجار دي اللي عندنا، لو أنا حبيت أتكلم عن سيدنا أبا بكير مش هخلص في المحبة والتواضع والأبوة بتاعته، ودايما بيحاول يرضي الكل ويحب الكل ويخدم الكل ويجي، يعني حقيقي ربنا يخلي سيدنا. شكرا ليكم، إن شاء الله نلتقي سيدنا قريب بصلوات نيافتك، ولإلهنا المجد إلى الأبد أمين. أخيرا رب جعلنا مستحقين أن نقول بشكر، أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك، ادخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرك بالمسيح القوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة وعطيته مهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم. شكرا يا سيدنا على البركة الكبيرة اللي احنا خدناها دي وعلى الكلام الكثير. نتعلم من يافتك سيدنا.